أنا مخبرت إنك من قبل إني أريد أدفع مقدم 1500 حال السيارة. يا بنت الحلال، هذا المبلغ أنا مخلنا حال البيت ما يستوي. من ناحية البيت أخوي خبرني إن العرب للسيراميك مسويين تخفيضات وعروض، وأكيد راح نصرف أقل. بورسلين هندي من 4 ريال و100 لريال 88 بيسة، قياس 80-80. طال لكم القاش اللي ما ينكسرها. مو باغي معكم بس تراك ملغتنا، نحن وحدنا قايين نختار. لو سمحت ما رضى اخوي. بس عقب اخوي اشترى مازير سالم. وين بعد اذا باغي البورسلين القياس 60-60 من 3 ريال و300 ريال و85 بيسة؟ هذا 60 في 120، سعر السابق 4 ريال و750، الحين مع الضريبة 2 ريال و100. ما شاء الله واجد حلو وسعره حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم تفصيل للمغاسل بأي شكل وأي لون أنتوا تحبوا. على كثر اللي اشتريناه وبعده بتبقي من المبلغ. بعده يمدينا نشتري مغاسل، ديكورات، جاكوزي، كاشحة للصالة اللي فوق. الحلو إنه هم موقعهم هنا في بركة، قريب من بيتنا، إذا بغينا أي شيء نجيهم مرة. وقايلكم أنا ما تستاهل هرجة. يا أخي أخوش ملوك.